أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي المكرونة مع الجبنة واليقطين من وصفاتي الخاصة. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من أعدادها، لذيذة وشهية وسهلة التحضير. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير طبقنا لهذا اليوم، المكرونة مع الجبنة واليقطين. هيا بنا باموس. ما بخصوص مقادير وصفتنا لهذا اليوم فهي كالتالي: كيلو كامل من اليقطين، هذا وزنه بعد التقشير، 500 جرام من المكرونة، 4 ملاعق من زيت الزيتون، 1.5 لتر من مرقة اللحم أو مرقة الخضار الخيار لكم، 170 جرام جبنة موزاريلا. أما بخصوص البهارات فسنحتاج إلى رشة خفيفة من القرنفل، رشة خفيفة من الفلفل الأحمر الحار، ورشة خفيفة من جوز الطيب، ورشة خفيفة من نعنع مجفف. سنضعه على وجه الوصفة. ها هي جميع مقاديرنا. الآن إليكم طريقة العمل. وضعت المقلاة على النار. في هذه الأثناء واختصارا لوقت الفيديو تم تقطيع اليقطين على شكل مكعبات صغيرة. سأضع بما يعادل 3 ملاعق من زيت نباتي أو زيت زيتون الخيار لكم، ومن ثم سأضع اليقطين أي القرع الجبلي بعد تقطيعه. ومن ثم سأبدأ بتقليب اليقطين مع الزيت على النار وتغطيته وتهدئة النار حتى ينضج معنا. الآن وبمرور الوقت سأضع رشة خفيفة من الفلفل الأحمر الحار على وجه اليقطين أثناء تسويته. نعاود تقليبه مع الزيت هكذا. وصفتنا لهذا اليوم بسيطة وسريعة ولا تحتاج إلى وقت، تتناسب مع ظروف الصيف. هكذا يبدو معنا اليقطين بعدما نضج. أثناء تسوية اليقطين على النار سأضع بما يعادل 200 جرام من الجوز، هذا نسيت ذكره في المقادير، ولكن بكل الأحوال تجدون المقادير أحبتي مكتوبة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. الآن وبعدما وضعت الجوز فوق اليقطين سأعاود توطيته حتى ينضج مع اليقطين تماما وعلى نار هادئة. ولا ننسى تقليبهما بين الحين والآخر حتى ينضج معنا تماما هكذا. الآن وبعدما نضج معنا اليقطين والجوز تماما رفعته من النار وضعته جانبا. سنحتاج إلى قدر كبير، سأضع فيه بما يعادل 1.5 لتر من مرقة اللحم.
انتظر حتى تبدأ مرقة اللحم أو مرقة الخضار معنا بالغليان. الآن وبعدما بدأت مرقة اللحم بالغليان سأضع المكرونة لغرض سلقها. أحاول تحريكها هكذا. هكذا تبدو معنا المكرونة بعدما انتهينا من سلقها. وقبل وضع اليقطين فوق المكرونة سأضع رشة خفيفة من جوز الطيب ورشة خفيفة من القرنفل، فهذا يضفي لوصفتنا المذاق اللذيذ. أقلب المكرونة مع جوز الطيب والقرنفل، والآن سأضع لها بما يعادل 170 جرام من جبنة الموزاريلا المبروشة، ها هي هكذا. نعاود تقليب المكرونة مع الجبنة لتذوب داخلها. وصفتنا لهذا اليوم لعشاق المكرونة. بعد ذلك سأضع اليقطين فوق المكرونة والجبنة في القدر هكذا، ونعاود تقليبها من جديد. الآن سأبدأ بغرف المكرونة مع الجبنة واليقطين بطبق التقديم الرئيسي هكذا. بعد ذلك سأضع رشة خفيفة من النعناع المجفف على وجه الوصفة هكذا، وها هو شكل وصفتنا النهائي بعدما أتممت إعداده: المكرونة مع الجبنة واليقطين. من وصفاتي الخاصة أنا الشيف إيفا، بألف صحة وعافية. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي، المكرونة مع الجبنة واليقطين قد أصبحت جاهزة للتقديم.
بألف صحة وعافية. وكما ذكرت لكم في أول الفيديو، وصفتنا لهذا اليوم لذيذة وشهية ويمكنكم إعدادها بكل سهولة، وهي من وصفاتي الخاصة. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن جميع وصفاتنا على القناة هي خاصة بقناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أحبتي، نحن بحاجة إلى تفاعلكم مع القناة، قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم، ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات أيضا ليتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولمن يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات. انتظروني بوصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.